القاسم بن الحسن سلام الله عليه كان سلام الله عليه على رغم صغر سنه كان مجمعا للفضائل مجمعا للكمالات. كان يمتلك هذا الصبي ما لا يمتلكه الكثير الكثير من الناس من الفضائل والكمالات على صغر سنه، غلام لم يبلغ الحلم ولكن كان ذا بصيرة نافذة. يقول له عمه الحسين: بني قاسم، كيف هو الموت عندك؟ فيجيب عمه بهذا الجواب: الموت معك يا عم أحلى من العسل. هذا الولد نتاج تربية الحسنين سلام الله عليهما، تربى في حجر أبيه، وبعد شهادة أبيه الإمام الحسن انتقل إلى حجر عمه أبي عبد الله الحسين. فكان سلام الله عليه متعلقا بعمه الحسين، وكان عمه الحسين يحبه حبا جما، كان يعده كأحد أولاده كأحد أبنائه، دائما يناديه بولدي قاسم. يوم عاشوراء لما سمع القاسم واعية الحسين لم يستطع الصبر، بل في بعض كتب المقاتل وقفت على هذه الرواية: ليلة عاشوراء لما بشر الحسين أصحابه بالشهادة خاف القاسم أن لا يكون من الشهداء، فجاء إلى أمه رملا فأخذته إلى الحسين، فلما علم بأنه من الشهداء استقرت نفسه، كان يتمنى أن ينال وسام الشهادة تحت راية الحسين سلام الله عليه. لذلك كان يعاود الحسين المرة تلو الأخرى. والحسين سلام الله عليه يقول: بني قاسم، أنت العلامة من أخي الحسن، أنت وصية أخي الحسن، ارجع إلى الخيمة. فيعود إلى الخيمة، يبقى في الخيمة يسمع واعية عمه: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ألا هل من معين يعيننا؟ ألا هل من موحد يرجو الله في إعانتنا؟ فينهض مسرعا إلى عمه الحسين: أما إذن لي بالبراز. فيرجعه الحسين سلام الله عليه. الطريح صاحب المنتخب يقول: عاد القاسم إلى الخيمة، أسند رأسه إلى عمودها، تذكر أن أباه قد كتب له عوذة. أحد المحققين يقول: العوذة كانت مربوطة في عضد القاسم مثل الحرز، فأخذها فكها فتحها قرأها، استبشر القاسم لأنه قرأ خط الإمام الحسن: بني قاسم، إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. جاء مستبشرا إلى عمه: عماه، هذه عوذة كتبها لي أبي. الإمام الحسن سلام الله عليه أخذها الإمام، نظر إليها اغرورقت عيناه بالدموع، تذكر أيام أخيه الحسن، ضم القاسم إلى صدره ثم صاح: يا رملا، هل للقاسم ثياب جلد؟ قالت: لا يا أبا عبد الله. فصاح الحسين بأخته زينب: أخي زينب، علي بالصندوق الفلاني. جاءت إليه بالصندوق الفلاني، استخرج منه عمامة للحسن وقباء للحسن، لأن القاسم يقولون كان طويل القامة، فألبسه الإمام سلام الله عليه تلك الثياب على هيئة الأكفان.
فلما خرج وأبصرنا به بنات الرسالة تذكرنا الإمام الحسن فصحنا وحسناه وسيداه. صاحت زينب: أخي أبا عبد الله ماذا تريد؟ قال: علي بالمسمات للقاسم، فهذه وصية أخي الحسن. قالت: أبا عبد الله، أفي مثل هذه الحال؟ قال: لا بد من إنفاذ وصية أخي الحسن. أعظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، كأني بالحسين قد مضى إلى المعركة إلى الميدان، يستنهض فتيان بني هاشم لزفاف هذا الغلام. يقول: بالله يا شبان هاشم قوموا عن حر التراب. خل انزل وياك حتى نزف القاسم وزفاف الشهيد إلى الجنان، زفاف هذا الولد الغلام إلى الجنان، لأنه شهيد مضى مضرجا بدمه. بالله يا شبان هاشم قوموا عن حر التراب، والذوايب سرحوها والبسوا جديد الثياب، والذوايب سرحوها وقوموا وانزف الشباب، وانتخوا جدام جاسم جان تنشف دمعته، ورملة ما بين النساء تلطم صدر معويته، ردت نسفة في الولد ما بين قومه وكله، ما دريت يصير عرس ابني بوادي وكل عمامه وكل اخوته عالوطية مجدلة. اين المنادي وقاسما؟ شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير، والعرس ويا الجنايز يوم واحد ما يصير، جذب حسرة وصاح ندري بهالولد عمره قصير، لكن ابن امي وصاني شلون اخلي وصيه. اما المسمات للقاسم كأني بها أخذت تنادي، إلا ما لي عين يا عمي، ما لي عين يا عمي، أعرس وين ولي مذبوح، ما لي عين يا عمي، دم هلوني ثلاث ساعات أريد أصل إلى المسنى أشوف العين من أشوف العين محيلومات، وأجيب خضاب من دمه، ما لي بحالي، ما حد في النار
رجالي بضحوة يوم يا عم مالي أجوركم. هذا الزفاف المتصور، خلنا ننتقل إلى الزفاف الحقيقي. جاء القاسم إلى عمه، إذن لي بالبراز، أذن له، احتضنه الحسين وبكى ساعة حتى سقط مغشيا عليه. أفاق الحسين من غشوة، صاح أخي زينب رملة عاتك فلانة فلانة ألموا لوداع الشباب، فدرنا حول القاسم، هذه تشمه وتلك تضمه، وثالثة تحث التراب على رأسها وتنادي وشابا. ودعهم القاسم ومضى إلى الميدان. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا من المخيمات القاسم بن الحسن وهو غلام لم يبلغ الحلم، له وجه كفرقة قمر طالع، عليه قميص وإزار، وفي رجليه نعلان، فشد على القوم وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن الحسن نجل النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صب المزن. يقول: فقتل على صغر سنه 35 فارسا، وكان إلى جنب الأزدي، قال: علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن قلب عمه فيه. قلت: ويحك، أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال: والله لأفعلن، هاجركم الله. فبينما القاسم يقاتل، إذ انقطع شسع عليه. يقول الراوي: لا أنسى أنها اليسرى، فوقف ليشد، فجاءه ذلك الملعون وأهوى بالسيف على رأسه. ألا من مناد وقاسما، فخر الغلام إلى الأرض وهو ينادي: أدركني يا عمار. فانقض الحسين كالصقر المنقض على فريسته. يقول الراوي: من جلت الغبرة إلا والحسين عند رأس الغلام، والغلام يفحص برجله كالطير المذبوح، والحسين ينادي: ولدي قاسم، ولدي قاسم يعز على عمك، أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينصرك أو ينفعك. إلا بك ونادى: يا جاسم اشبيلي، يا ريت السيف حز قبلك وريلي، يهون الكوم تخلوني وحيلي. وعلى خيمي يا عمي الخير تفتر، انحنى الحسين على القاسم، احتمله على صدره وأقبل به نحو المخيم. يقول الراوي: رأيت رجلي الغلام تخطان في الأرض خطا. قلت: عجبا، الغلام أطول من عمه. يقول: تأملت وإذا بي أرى الحسين محني الله. جاء به الحسين إلى الخيمة،
مدده بطول علي الأكبر، ارتجع بينهما تارة ينظر إلى ولده وينادي وولداه وعليا، وأخرى ينظر إلى القاسم وينادي وولداه وخاسما. أقبلت رملة تستأذن على الحسين فأذن لها، دخلت عليه سقطت على جسده معولة صارخة وولداه وقاسمة. أنا اللي من شفت عمك لبسك تفصيلك فا، قلت الولد ما يعود من حومة الميدان، قوموا يا نسوة ودعوا شمعة الشبا، شقوا على فراق الولد ثوب الرزية، أين المنادي وقاسمة؟ يوم ذكريني من تمر زفت شباب، من العرس محروم حنتي تم الخصام، شمعة برجل مخيم جاسم ونوري تشعشع، نعشر جعود على متنه مثل طير الجنة يلمع، هل هلت رملة وتقل لها كخذ قلبي المقطع، شن هي جاسم نيتك ثاير بجمرة همتك، شنك وفيت برقوتك صاحي يدوفي المرضى، من ثدي النيبة راضي بصاف الحليل، وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب، حفتي بدمي خلي فرشوها حنتي دمي والجفن دار التراب، يوم ذكريني من تمر خف الشباب، يوم ذكريني من تمر خف الشباب، من العرس شمعة شبابي اللي طفيها حنتي دمي والجفن دار التراب، يما ذكريني من تمر زف الشباب، هل هل شلون فزعة من فزع جاسم لعمه، ضاقت بعين الوسيعة والوفى يطش ويلم، تنومست رملة بولده حين تظل ضلع الصبر يمه، صاحت النية راشدة وقلب أمك الله يساعده، صاح اللي يوصي والده عالوصية يبيعد أمه، أهلي وصاني وبالوفا يوم الطفول، من دم وريدي يصبح خضاب الجفوف، هذه وصيتي تسمعها حنتي دمي والجفن دار التراب.
الشهر يوم ذكريني من تمر زف الشهر من العرس محروم هنتي دم المصاب شمعة شبابي شمعة شبابي ضمت بصدر المحنة وانطبع رسمة بصدرها وتشم ريحانة جماله وتكف دمعتها بصبرها وذكرت أيام الرضاعة ولوجت الروح وسهرها وصاحت وصاك الحسن يا من وتي ونعم المضن هاكل بس ثياب الجفن يا أمل رملة ويا ذخرها يوم المبارك أصبح الدين شهيد وأفزع العمي من يضل الضف وحيد ورمل بمصاوي خلي واسوها حنتي دمي والجفن دار التراب يوم ذكريني انت مرتف الشباب يوم يوم ذكريني انت مرتف الشباب من العرس محروم شمعة شباب